مرحبا بك عزيزتي المتعلمة في حصة التربية البدنية والصحية، لنشاهد معا الدرس الثاني للصف الخامس الابتدائي. السلام عليكم يا متعلمات، درس اليوم كرة السلة، مهارة تنطيط الكرة من الوقوف والمشي والجري. يتكون فريق كرة السلة من 5 لاعبين داخل الملعب و7 لاعبين احتياط. نبدأ الآن يا متعلمات الإحماء، الوقوف بصف واحد. المشي الرياضي مع دوران الذراعين للأمام وللخلف، مع مراعاة استقامة الظهر والنظر للأمام. ثم الجري في أنحاء الصالة. لعبة صغيرة عبارة عن تعديل الأطباق الملقاة على الأرض بهدف تفعيل عنصر السرعة لخدمة المهارة. على المتعلمة الجري ومحاولة تعديل أكبر عدد من الأطباق. أداء بعض التدريبات المتنوعة من خلال تقسيم المتعلمات إلى مجموعتان، ويهدف هذا التدريب إلى تنمية عناصر اللياقة البدنية. التدريب الأول، تؤدي المجموعة الأولى الجري الخفيف على سلم الأرضي، ثم التحرك باتجاه اليمين واليسار للمس الأطباق، وهذا التدريب ينمي عنصر الرشاقة والسرعة. بعد الانتهاء من لمس الأطباق، على المتعلمة مسك الكرة الطبية والصعود والنزول على الاستبس مع ثني وفرد الذراعين. تؤدي المجموعة الثانية الوثب على قدم واحدة بالتبادل داخل الأطواق، ثم تنطيط الكرة بين الأقماع. مع الصفارة على المجموعتان البدء بالتدريب. وعند انتهاء المتعلمة من التدريب، العودة للمس يد الزميلة والوقوف آخر القاطرة. التدريب الثاني، على المتعلمة ألف دحرجة الإطار للأمام للوصول للمتعلمة باء. يؤدى هذا التدريب لتقوية عضلات الذراعين. عند دحرجة الإطار على المتعلمة مراعاة ثني وفرد الركبتين لتفادي الإصابة. والآن سنشرح وقفة الاستعداد، وهي من المهارات الفردية الدفاعية لكرة السلة. والآن من وضع الوقوف، فتح القدمين باتساع الكتفين، ثم ثني الركبتين وثني الجذع، مع المحافظة على استقامة الظهر والنظر للأمام واليدين جانباً. تؤدى وقفة الاستعداد بالتدرج، 1
فتح القدمين باتساع الكتفين، 2 ثني الركبتين، 3 ثني الجذع مع استغامة الظهر، 4 النظر للأمام، 5 الذراعان جانبا. تصحيح الأوضاع للمتعلمات. عرض نموذج لوقفة الاستعداد الصحيحة من وضع الوقوف، فتح القدمين باتساع الكتفين، ثني الركبتين مع ميل الجذع مع مراعاة استقامة الظهر والنظر للأمام واليدان جانبا. والآن سنتعلم مهارة التنطيط. التنقل بالكرة داخل الملعب يكون فقط من خلال تنطيط الكرة. تنطيط الكرة هي عملية متتابعة من خلال ثني وفرد الذراع بمستوى الحوض. يكون التنطيط الكرة بالأصابع وليس براحة اليد. من وقفة الاستعداد تقوم المتعلمات بتنطيط منقير كرة وإعطاء التعليمات لأداء المهارة بطريقة صحيحة. تم شرح مهارة التنطيط من غير كرة، والآن سنؤدي المهارة مع الكرة. يجب مراعاة أن تكون القدم تلو الأخرى أثناء التنطيط. تنطيط الكرة من الوقوف. يجب أن تكون أصابع اليد متباعدة للسيطرة على الكرة، وأن تكون حركة الذراع انسيابية. تكرار التنطيط من الثبات لتتحقق الفائدة المرجوة. تكرار تنطيط الكرة مع تبادل اليدين. تكرار تنطيط الكرة مع الدوران في المكان. والآن تنطيط الكرة من المشي حول الملعب. ولإتقان المهارة محاولة تنطيط الكرة باليدين. وقوف المتعلمات على خطوط الملعب للأداء مهارة التنطيط من الجري ومحاولة السيطرة على الكرة. تنطيط الكرة من الجري والانتقال لخط الملعب الآخر والعودة للبداية. تقوم المتعلمة بمحاولة السيطرة على الكرة. وقوف المتعلمات على شكل دائرة ثم أخذ خطوتين للخلف والاستعداد لأداء مهارة التنطيط مع الصفارة. تنطيط الكرة مع تغيير الاتجاه بإشارة المعلم.
ثم التدرج بالسرعة. التنطيط بشكل مستقيم من خلال التدرج بالتنطيط من المشي ثم الجري. من وضع الوقوف ضم الذراعين جانبا، رفع الذراعين للأعلى ثم للأسفل. الوقوف فتحا، الذراعين عاليا، تبادل دوران ثني الجذع. من وضع الوقوف الذراعين أماما، تبادل دوران الجذع. من وضع الوقوف ثني الركبة للخلف ومسكها باليد ومحاولة الثبات في هذا الوضع. والآن تغيير الاتجاه ثم فرد الذراع جانبا ثم للأعلى. تعلمنا اليوم مهارة التنطيط من الوقوف والمشي والجري. إلى اللقاء في الحصة القادمة، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.